خوتي السلام عليكم، كما راكم عارفين معكم اخوكم عزيز بوزي. ديما كنقول لكم اللي ما مابونيش اخوكم بوزي يدخل ابونا ولا ما تنساش صغير ميساس غمسو 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 كومنتير زولا القبيح، ما عندناش المشكل باش تجي معانا تلقاو راسكم للفرنجة. الله اكبر كبير حمسك ربي يسعدك سير اخوكم بوزي. واجا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديما كنقولها لكم، اللي مريض ادعيو معاه الله يشافيه، واللي في الحبس ادعيو معاه الله يفاجئ عليه. واليوم ان شاء الله باذن الله جبنا لكم واحد القصه اللي هي ديال واحد الشخص الصديق ديالي فريده من نوعها. هنا تعرفوا بنادم اللي كيغلط كيبغي يصلح الغلط ديالو كل كيخليش باش نسوا كيفاش. انا نعاود لكم واحد الصديق اللي ضرب 24 سنة تحت الساروت، كانت في العمر ديالو 19 سنة بالضبط في 97. كان العالم كي الساعة راكم عارفين معاه سوا كبر في الحبس داخل خارج، كان معانا سوا في البي بي في 96 سوا خصيم الله يعمر راس لها معليناش 97. كاع السكاي راكم عارفين بنادم شنو هي السبب ديال المشكل ديال البشر منين جبد اللي كيديروا المشاكل اللي كيمشيو للحبس شنو هو؟ هو الخمر، الخمر والدواء. علينا شباب داري فمو دي واحد جوج سيمانات كنا كنتقهوى انا وياه، بقى كنجي عندي فين كنبيع وشري في البرجر عندي نتعاود انا وياه، وبقى كيعاود مسكين على هذا القوي الصادي. عاد تفكرت انا قلت الله تنعاود على هذا والله مثلا تسنسوا يعرفوا هذا الانسان كيفاش كان وكي غيولي. فسامعوا والله معايا القصه كي دايره، قصة ديال الحماق ديال المرض. المهم قلت لكم كان كيبلط شربو دريو لي بالليل بالليل قول تلاتة و ربعة. المهم وقت ما انا ما كنت شايل معاهم غير مسكين هو اللي قال لي هاد العباد صغير والله كبار دريو لي معاش كيوقع له مع واحد انسان كنت هو عندو 19 عام كيصدق قاتلو. شوفوا بنادم كي كيكون وكي غيولي كيقتلو فناه ما عاد ضربوه كان راه قايل ما مات ما والو ما هذاك حيت داك هذا الانسان اللي كنهضركم عليه انا نقولكم حتى سميتو اللقب ديالو اللي هو رضوان محيب ملقب مايكل. كان الشعر وكي كيدير بلا مجدين راجل دوز عبسو الرجولة بالبطولة حيت حنا كنعرفوه كي كنت كنعرفو الصغر ومنين تلاقيتو حال بحال نفس المعامله نفس الهضره نفس الهضره الطيبه واخا بنادم ضرب 24 سنه تحت السير. نعاود لكم نجي لكم نعاود ديوا مسكين بالتفاصيل الحمد لله. المهم ما علينا اللي خايب بوزي ما تفكرش مات ولا ما مات حكيم الله قهوة حكيم الله دخل بحالو ينعس تخيل هو قال صافي ضربوني الساعة قال وقيلا ما مات ما والو الصغيح حكيت مو جاي موراه راجل ناعس كيتشكل قالو خلصي الراجل وناعس ما مصوغ شكون انسى بنادم كيكون بالله كينسى بنادم كيكون سكران ماشي هو بنادم كيكون صاحي عارف شنو كيدير فهمتو كيفاش يديه وكيطلع كيوقع لك انا من براسي ما عرفتش كيوقع يا كيفاش ولا كيفاش. عاود لهم بحال دابا فيلم اللي وقع طق طق السلام عليكم مسكين كي كيبقى كنطلع الهود اخا يا عزيز كيطلع ويهود حيت شحال هادي داك الوقت 97 مكانش استئناف الجنايات والو ما عطاوك كضربها تتخرج بحالك فهمتو كيفاش. كيطلع ويهود مسكين شي عماين اخا يبوزي ولا هكاك ولا عامين ربع شهور كيتحكم شحال كيعطيهم اللي مع بالكم عطاو مؤبد. شوف بنادم عنده 19 سنة شاد مؤبد سو كيفاش مؤبد قال لي خاي عزيز كيف عطاوني مؤبد كنت كنقول ما عمري نخرج وفراي قال لي الراجل نحكم بمؤبد قلت له وفلوريكات ولا حاجه بالجام كنت كنهضر ولا كنسول. قال لي خاي عزيز ردوا لي محدد ردوا لي 30 30 كتحبس كتحبس ما كاينش خصك شهر ولا شهرين ولا حتى جايكم كيفاش.
بقول لك ايه الزوني زو سانترا. طب نقول لكم شي 3 سنين انا في عين قادوس ولا هذاك كانوا ضربوا لي خبره على السانترا عندهم ابان شي شيء هذا ما يديو لي لا ولا لا ولا لا يديو مع الغرقي الباطي ملعوز السانترا قال لي فيها غير قتالة من العطابة كيوصل قال لي كي وكيعاود لي بفمو كنت تقليد انا رقبت عليه انا اللي عاود لي كنعاود قال لي خي عز كيوصل قال لي هذا التيمومي لعبها تمايا لعبه وهذا رضوان هذا ما يمكن حتى هو مشغول كما كنقولوا مع يقراو ضرب الغردة يضرب بنادم يعطي بنادم ما عندوش مشكل واش عرفتي كيفاش صافي بلا محكوم مؤبد محكوم مؤبد واش هذا يدير عقلو بنادم ولا غيمشي يتبلى مع هذا ولا يدبس مع هذا ولا عنده الغردة قال لي خي عز مني جا قال لك هو التيموم يطلب ترانسفير قال لهم تهزوني من هاد الحبس هذا حيت جا فلان كدا هادي وهادي راه خويا عام سمير ما كيتفقش الرضوان ما كيتفقش انا ما عاود ليه هو حتى ما كنتش معاه تما قال لي خي بوزي قال لي كنت راه رقبتي قال لي كان معايا فلان وفلان كيش بداو لي بالسميات وخي الاباطيره الاباطيره من المغرب غير الصناديد غير كدا غير كدا قال لي جا عندي خلف بوزي حميدو الديب جاو قال لك غير داك العناصر بلا فاس على كذا وصلت الابطا ديال الفاس عاوتاني غير قتالة من العطابة قال لك كبت الميسة كيقطع لهم الثالثة في وسط الحبس في وسط السانترا قلت له وسميتو قلت له لابيل ما كان كيتحل قال لي ما كانش لابيل اخاي بوز قال لك ملي كيتحل له في الصباح ثلاث ثمانية ديال الليل عاد كيترك له عاد كيدوزو لابيل حلا صغارقة كان عنده اعدام كان عنده اعدام كان عنده مؤبد واعدام كان عنده 30 مؤبد الله يستر هادشي اللي كنعاود لكم راه في 97 هو وقع له هاد المشكل هذا هو مسكين بقى كيعاود ليه مع هاد الصالون في القهيوه قال لك كنتعاودو عندك قال لي هات اخي عاد قال لي شو كيولي لي كي كنت وشو كيرجع قلت له الحمد لله راه دابا بخير ما عليناش انا جايكم قلت له قال لي والله الا كنت كنصور 40000 اخي عزيز في النهار 30000 فاش قال لي كنت كنقطع غير الثالثة القمارة قال لي كبت الميسة كنقطع الثالثة قلت له أنا عارفهم بريت هو في البراخة قلت له ما كنتش كتبيع لها حشيش لو علاش غنبيع هاد الحشيش أخي عاد قلت له شنو كنصور 30000 40000 الشراب قال لي كاين حيت سانترا فيها الشراب فيها أي حاجة فيها الشفاري فيها أي لعبة أصغار قام مزيك بحال شي حومة ديري لا باب من هنا وباب من هنا وباب من هنا كانت سعر هذاك الحومه راك تما خراقيتي كما كنقولوا تما تكرم قال لي خي عزيز قلت له شحال ضربتي في سانترا قال لي ضربت 15 لسانه قلت له واحد الدريب عنده قلت له شكون اللي قاصك عندي واحد الراجل وتحوطنا ود بلادنا قال لي الله يسامح له كنقاتل جدر واحد قال لي هو اللي قاصني هاد الدريب هادي خي عزيز قلت له قال لي راه سمحت له راه تصالحنا راه خويا فراي ولاد الحاد ما كان الحباس القدام كيف كيبغي فلان بالخدمه ولا عاد يعبدها ولا ما كاينش داك الشيء عاود لي قال لي واحد خونا جون سينا يدير منه قال لي ثلاثة اخي عاجز طول قال لك داك بنادم عنده اعدام مؤبد مضافة 30 وما كاين ما ينطاش قال لي والله الا خي عزيز 30 وما كاين ما ينطاش قلت له قال لي وقع لي مع الغيار في الميسة قلت له وقع لك مع الغيار في الميسة هو اللي كيعاود هو اللي كيقول قلت له مع الغيار في الميسة اخي رضوان باش وليتي انت وياه قال لي اخي غوزي ما نكذبش عليك قال لي ما نقولكش انا اش لي قال لي زمطني مشي قال لك جاب قطيب الشوا دفاش مبصوب قال لك مبصوب واحد الدفاش قال لي كنحشيه له هنا اخي عاد قال لي بنان قال لي بغيت نقتلو قال لي حيت لك بدا كيفرتسكك قلت له شنو قال لي غير دركس عليه مع الله الموظفه جا الموظف مع الاخر عاد ثاني ميكروف داك الحبس داك سطر كان ميكروف كيضرب موظف كيضرب ما كيتسوقش للبشر كان كيقول ما عمري نخرج قال لي ديوني الكاش اخي قلت له شحال قال لي كنت كيجي الباب الكاش قال لي كيبغي يطلقها قال لي فاق وهذه قال لي قلت له قال لي ضربت عام عام ونص قال لي والله الا عام ونص اخي عزيز وانا في الكاش شنو هو الكاش هو بيت بنادم بوحدو طرقين عليك حتى كيدخلوا اخرين بحال عاد تخرجوا يخرجوا من الميدور قال لي عام ونص اخي عزيز وانا في الكاش قال لي تهزوه اللي تهزوا عاد خرجت من الكاش قلت له اخي واش حضر انت قال لي انا هو الحباس الوحيد اللي سقسى عليا قال لي قلت انا كنعرفك قال لي لا هادشي ما كتعرفوش قلت له شنو هو قال لي 4 سنين ونص
درسها الكاش تصور عمري شي حباس ربع سنين ونص الكاش. قال لي مره عام ونص على داك البلاد، قال لي بلا هادي شهرين هادي 3 شهور 45 يوم 30 يوم جمعها. قال لي 4 سنين ونص اخي عزيز اللي ضربت. لا 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 هكا وضري عمري سمعت شي واحد ضرب 4 سنين ونص الكاش. كي جبت لي السميات قال لي فلان وفلان وفلان كان معايا كي كان واكي كان واكي كان راكب عارف كيفاش انا جبت السميات ديال الناس هادو حيت بلا ما كيكون سالا من الحبس وهادي. قال لي خاي عزيز شي وحدي كيطير وقال لي كيطير وقال لي تما ما يعطيني رزق. قال لي الا تحدوا له. قال لي ما كانش كيبغيو الحشيش تدخل على الموظف. قال لي نفس كندخلها له كيمشي مع بعض الموظف. قلت له علاش؟ قال لي حيت انا قديم في داك الحبس. قال لي نفس 15 سنه في سانترا في المركزي في سانترا جد 15 عام. قال لي قريت تما درت كلشي تما. قلت له ما هزوك ما والو. قال لي صافي 15 سنه. قال لي بقيت كندير لهم المشاكل وهادي عاد كيهزوه. شحال ضرب من داك 30 كيهزوه المكناس شحال كيضرب منا هنا باش تعرفوا بنادم ربي ملي كيبغي يفرج على شي واحد راه كيفرج. قال لي خي عزيز كنت كنقول انا راك عارف هاد 30 كيقصولوش كاع منا. وكاش كيخرج كيخرج في كورونا كورونا اللي دازت وتما كيخرج. قلت له شحال تكون تيضارب؟ هكا كتزاود معاه عندي عندك وكيهضر وكنشجع وكنولي نسولو شحال ضربتي؟ قال لي ضربت 24 عام اخي عزيز تحت السيروس. قلت له 24 عام. قال لي الله يلا 24 عام اخي عزيز. قال لي ضربت تحت السيروس. قلت له فين كملتيها؟ قال لي انا جايب اخي عزيز. قال لي داوني مكناس كملت حبسي مكناس. قال لي تما داك قال لي تما مكاسه. قال لي راه مراس العرجاء. قال لي الشراب الخير كاين. قال لي كلشي كاين. قال لي انا ديت معاها بدا مع السلعه مع كارو بدا مع اي حاجه وراه مريض بالحبس. قلت له ومن بعد قال لي كملت اسمع مالك الرجال. قال لي نهار داير الله كراس. قال لي لا غدا غنخرج سلم على الدراويين. قلت له داك الشيء داك الحوايج داك الشيء. قال لي والله ما خرجتش معايا شي حاجه. قال لي خرج سبرديله وكيطمن. قال لي باش خرج؟ قلت له ملي خرجتي؟ قال لي تلاقيت تلاقاني خاي باب الحبس صرا نتو بنادم. قلت له ملي خرجتي وتلاقاك خوك فين مشيتي؟ قال لي راك عارف مشينا للدار ثاني للدار اخويا مسك عليا الله دبر ما غيسمعش في خوك واش بلا 24 عام تسمع حتى لخوك راه ما كايناش. قلت له من بعد قال لي خرجت اخاي عزيز خرج تلاقاني مشينا جينا للدار. قال لي عطاني واحد القهيوة مع خو عطاه القهيوة. عطاني قهيوة خدم على راسي صافي راه بنادم متصور بنادم 24 عام بالحبس. قلت له روح 24 عام. قال لي ماكنتش ناوي نخرج. قال لي ملي خرج قال لي ضغط. قال لي تلفت اخي عزيز. قال لي شوف هذيك كان معايا في السانترا كيجيو عندي القهوة كيتقهوى. قال لي ضوخوني. قال لي تما كنديرين بحال فلالس وانا كن قال لي بقعت كعطات ومن بعد. قلت له داك الشيء ربي سهل عليهم عرفوا يخدموا ملي خرجوا راه عرفوا يخدموا ولا من الحبس خدموا ولا هادي راه كلها كيعرف يحفر. اما تبقى انت غير جالس داير هكا ما كاينش شي قلت له ما ذي القهيوه جالس كيسير. المهم شاف واحد بنت الناس شفتو كيفاش واحد بنت الناس ما تزوج بيا انا عارفين كيخرج من الحبس خصو يدير وليدات خصو يستقر بخير كنعطي خوه واحد الدار ساكن فيها. شو هي تقلب عليه البرادة عاوتاني كيبغيو يقلبو بنادم احساسو في راسو. شوف الناس كاين يمكن غير شي واحد اخر الخير الراجل دار 24 عام انا عاد نتبعه ولا نطمع فيه ولادي ولا لا. قال لي خي عزيز كنت خدام ديك القهوه عطيها لي خي بالسيره. قال لي كنعطيها رزقو هو وكندير البركه ديالي حلال. قال لي مسكني الدويره وهادي وبخير. قال لي عنده واحد الموبيل خاوي عطيه لي ساكن فيه انا مولا الدار ديالي ولاد وليين زاد له وليين مسكين الله يخليه له. قلت له ومن بعد صانت اخوتي بنادم شنو كيوقع له شو شحال المعاناه عانى داخل السجن ما خلى ما ضرب الكاش ويات الحماق الروينه وخرج بغى يدير عقله بغى يسالي. شكون خلاك تسالي؟ شي بنادم الا تحضيتي قالك يا وين اللي شاف الاصابع ولو بالخير انت تتابعها تبعك غير ما يقطع لك
شو كيفاش يفرمي لك المهم عليك اش قلت له كمل قال لي خايا عزيز مرات خايا هذا سخو هو قال لك مشات كوردا سخو قال لا هذاك ما يصلح ما والو كنصدق قال لك نحيدو القهوه سبق علي من الدار هشمت قال لي خرجت خايا عزيز كريز ومراه قال لك هبط له المراه هبط له المراه ولدو بقاش كيشوفو يلاه شو الحمار كيشوف البنادم وشو كي كان وفين غيولي وقلت له دابا خاي رضوان شنو كدير قال لي دابا نشد واحد الباركين خدام كاري واحد الباركين قال لي 80,000 في الشهر هو باركين كبير عنده 80,000 في الشهر وقلت له فين كتبات قال لي والله ما خاطر داك البراك عنده تبصوب دراكه في وسطها باركين قلت له قال لي الحويجات الحويجات ديالو قلت له فين قال لي والله ما خاطر نخليهم عند واحد خونا في المدينه خايا عايز واحد البيت قلت له شوف شحال لقيتي ما تكريمه قال لي كدير تكري خايا قال لي واش ما بيدي نقلب على ولدي ما بيدي نقلب على مراتي ما بدير لك شرت خايا عايز ومسكين عطيه غير الجوانات والشراب راك عارفين بنادم كيحماق راه حشومه صاحبي باش بنادم 24 سنة ديال الحبس هذا ما خصوش بنادم يتعامل معاه علاش غنمشيو تحيدو نتوما ديك القهوة وتشردو وتخليو يولي حساس ويولي حاط حويجاتو عند وحدين اخرين وكتولي الهضرة ديال الناس واش كي كاك كل واحد شنو كيقول الهضرة ديال الناس كاين اللي يقولها ثلاث بيه اللي كيقولها لا حشومة ضري في راجل ولكني في شي رجولة ما كايناش الهضرة ديال الرجال اخواتي هضر دوبار مايكل تسولو عليه اي واحد ضرب الحبس يقول لك كان في الحبس بطل راجل مش كان مش لعب راس لعب دو الصولة في السيفي في الحباسات كاملين اللي ضرب اي واحد تسولو تقولو له يقول لكم هذاك يعم راس لعب راجل بطل بنفسه شو بلان مخوتي كي كان كتب عليه هو اي واحد بعد ما كاتبش اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قايبه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قايبه باش يعرف بنادم شنو كاين يفكر بنادم ويخدم بعقلو الشيء اللي ما خدمش بعقلك راك ما عمرك تنجح ما عمرك تنجح من ما علينا سوق انا دوزنا انا وياه كان ساعات عندي عندك عندي عندك كيولي جا عندي مشى المهم بحال هذاك هذاك ما هي في حالات وشي ثلاث ايام ولا جا عندي قال لنا جمعنا السليعه وهذه وهذه قال لي صبت معايا خي عزيز فين قال لي صبت معايا تشوف بلاي صافي كاين انستالاسيون هذه فين باب البوجاز قلت له زير على الله يا الله نمشي قلت له شوف واش كاين تسمى هاي لابس كي لابشيت الكيس عنده واحد بحال براكه مهم صوبه بالحديد بالعلاك عنده التلفزه تما البوله ديال الضو كلشي عندو مسكين عطل القيطارة قال لي اش نتعلمت في الحبس اخي عز بقى كيغني حرام سي خوتي غير هو كيغني ولي الدموع كيبطولي علاش كيغني ديك الدياسك بيضا نصيان دي كيغني على راسو بنادم الحياة كي كانت وكي ولا شفت بقى كيكمل لي مسكين كيتعاود معايا كيقول لي شوف اخي عزيز قال لي قال لي ديال ونيس ديالي وفري قال لي ديال ونيس ديالي اخي عز قال لي كنجي مع ديال الخدام عاد عندو بلي واحد النهار المهم هو كيمشي كيبات تسمى اللي ديالو والنيس ديالو كيبقى كيعزف قلت له قال لي بغيت تعلمت هاد الشيخ يا عزيز الا في سانترا في سانترا تعلمت هاد الشيخ يا عزيز قلت له شنو نقول لك اخي رضوان قلت له شوف كلشي دابا يوزو الله دابا يسهل عليك الله بيه خير تولي اللي ما عندي قال لي ما عندي ما ندير اخي عزيز قال لي اللهم عليك الحمد قال لي قلت له كل شيء بيت لا شي لعيبه ولا اخي عزيز وصلحا ما قاليش عاد تسكري قالي واش انا عاد نمشي نكري ولا هادي وجا عندي واحد الدريري واحد صاحبنا قال لي واحد الطويره خاي هي عندي هنا يا خاوي انا بغيتيها قلت له انا واه ها الطويره عطاها لك بنادم راه بغيتي تسكن يا خي عايز واش انا عاد نمشي نسكن عند واحد اخر نسكن عندو في الدار شنو غايقول واحد اخر شنو غايقول له الناس شوف الهضره ديال المسامر الهضره ديال سانتراو الهضره ديال الواكله ما طمعش في الاخر ما طمع ما والو قال لي خي عزيز شتي انا غير هادي قال لي كافي يعني قال لي نحسب راسي راني مازال في الحبس قال لي ولكن قلب على
الوليد ديالي هاي عازف، قال لي نشوف عاوتاني شي بنت الناس ومبدا عاوتاني قال لي من وحيد وعندي ما ندير. شفنا لما خوتي شكون زرو بيه الحصيرة، دابا كاين زرو بيه الحصيرة، شوف راس خوتي اللي دارت زرت بيه الحصيرة كوردس خوها راجل هاي لا خو كدا علاش خليه الله يسهل عليه خليه الله يعاونه. علاش هذاك الراجل عانى في الحبس ضرب 24 سنة تحت الساروت فيها 4 سنين ونص الكاش شوية العذاب بلا الغرداء مرجاني مسكين يديه كي دايرة كوس الترابي وكدا الحمار يدي مننا كلها تعاملنا مننا مننا سبحان الله العالم. قال لي خي عز زيرو في قصة اللي كنت كنقول لها ماي نخرج قلت له ديك الفلوس اللي كنت كتصور اخاي في الحبس راك عارف اخاي عز قال لي كنت كنقول لها ماي نخرج قال لي كنقول لي نخسر هذا قال لي كان تما الشراب قال لي تما شنو الغبرة في الحبس قال لي غير الصناديق ديال المغرب قال غير الاباطير ديال المغرب قال لي ديك البزنازة غير كروس الطيارة قتالة قال لي كنت نمشي في وسطهم قال لي وكان جايب روحو فين في سانترا سانترا تما قال لي شحال خطره براك على الحبس كيفاش براك على الحبس سبق على الموظف كيخرجوا كيديروا العند بس السواد كيركل عليه من الداخل كي غايدير يدخل العند ويلا قال لي كيبقى يرغبون كيجي المدير كيبقى يرغب هادي وهادي اللي عاد كل عليهم السواد شو الحمار الحبس كي داير شو المرض هذاك هو تمكر يبدل الحبس حيت بنادم عنده ديما انا قال لي ضغط مني خرج اخي عاد قال لي والله الا ضغط مني نخرج قلت له لازم قلت له الناس قلت له عباس بوص معركة الجوج جوج كان عندوش اعدامات وخرج وخرج ومات قلت له حالك انت كان عندك مؤبد قلت له هاد قلت له يا قلتي لي ردوا لك محدد قال لي من المؤبد ردوا لي محدد من المحدد ردوا له نقصوا له في الوريكات كيجي العفو ديال سيدنا صلى الله واياده كينقص كينقص له ردوا له خلاو له 30 سنة 30 سنة نيجات داك الوباء كورونا وهادي راكم عارفين شحال واحد دخل من الحبس قال لي كنخرج بيه حاز قال لي كيعيطوا لي خلي عاز قال لي ما قال لي ضغط قال لي وصحابني قلت له قال لي واش انا كنحلم ولا والله الا كاع كان يقول لك مسكين كيهضر ويتألم راكم عارفين بنادم حيت بنادم كيكون ضرب الحبس ما كيحش ديك الهضره اللي كيقولوا سي الهضره كيهضر من اعماق قلبه كيجيب لك بحال مسكين كيجيب لك من القلب ديالو كيقول لك ها راه كيفاش راه كيفاش راه كيفاش بزاف الحوايج سمعتو كيفاش بزاف الحوايج والهضره مسكين كيهضر موزونه ما كيخسر الهضره ما مخرج مع داك التمكري ديال الحبس ما مخرج مع صرف ديال الحبس ما مخرج مع حتى شي حاجه خصين لا سير حط البكي ديالو في الدار رفق ولا كيجي شي واحد يسلم عليه بخير لا بس يسلم عليك عارف صرف شي لعيبه ومخصم القلب الكبير ديالو ماشي ديالو ما كتلقى واحد اخر ضربت اربع شهور في الحبس ولا عام في الحبس انت كتهضر معاه وكيقول لك انا كنصرف معاك واش شنو قلتي هو خاطي هذيك الهضره خاطي هذيك اللعبه ديال غنصرف معاك ولا شي نظره ديال الحبس ولا ما كيهضرهاش كيهضر بالاداب بحال كيما كنقولوا تادب دخل الوسط الحبس زاد بنادم قرا وزاد بنا نفهم وزاد بنا نعرف حيت الحبس بزاف راه كيعلمك بزاف د الحوايج كتولي كتشوف فيه بنادم كتشوف فيه كتعرف واش اللي خصو شني جاي يقول لك واش غيهضر معاك هضره ديال الفريق غيهضر معاك هضره الواقع ولا غير كيكذب عليك قلت له دابا هادو اخي الرواد هادو اللي ضاربين دابا الحابس وهادو اللي كيهضروا قال لي هذاك قال لي كيخرجوا اخي عازز قال لي كيخرجوا معاهم هي الوسخ قال لي بنادم بحال كيتوسخ في عقله قال لي ماشي كيدخل الحبس بنادم ويجلس يستافد بنادم مع راسو قال لي يجلس يحفظ اما اللي عنده الحبس طويل يقرا ولا يتعلم شي صناعه يدير التكوين هادي قال لي باش ما كيخرج كيلقى فاش يخدم فاش يتلاقى هذا قال لي ماشي بنادم عاد قال لي يا بنادم عاد دابا كيتحكم ب4 سنين ولا 5 سنين خي عاد قال لي دابا قال لك يولي بنادم ما عادش ليك اللي وش يعمل يضرب راسو قال لي قلت له انت شو قال لي عرفتي علاش اخي عاد قلت له علاش قال لي حيت انايا كنت كنفكر
شي حوايج قال لي غنضرب راسي وانا دابز مع هذا ودابز مع الموظف قلت له كنت بزداش حيت شحال هادي تشير على الموظف راه غيجي يخصهم يدكدكوك قال لي كنقرب على الطراق كنقطع شي جوج السلوك وكنبقيتي لي الدمايات صافي كنخرجو للطبيب سيفي كيغرزو له سيدو لي داك العروق ويغرزو لي يديه وردوه كيردوه كيديو لي شعل الكاشو حيت ما كيكونش الفلاقة ما يقبضوش بحال دابا يبزدي واحد عباد الله القتلة الغردة ويطوفوه في الحبس سماك وهما تابعينو بلاصة قال لا يا خي عزيز على هاد الشي داش اسكندر قال لي دابا بلا ما هو في الحبس قال لي ما كيدير له بلا مساحة حتى اللي كانوا دايرو خلي غير مع راسو قال لي غير شي عيد كيجي شي عيد كبير عيد الصغير بلا كيلو ديك الراح قال كيلو ديال الراس ملي كتسولو علاش قال لك كيتفكر امو وقال لي خصو يتفكر والديه في السيفي ماشي تيدير الكارثة اخي عزيز ويجي للحبس وعاد ما يتفكر والديه ويكره وينوض يسب وينوض يغوت داكشي يا خوار خاو قال لي دابا كيهضر معايا بنادم على الحبس قال لي كنحشم قال لي تراك خويا وهادي باش نعاود لك القصة ديال اخي عزيز باش تعاود هادي والله الا عاد خبيرة تفكرت كنت في الدار كاس كنتفرج واحد المسلسل مع الصاد مع باس كاس كنتفرج وهو كطيح لي في دماغي هاد القصة قلت له انا ود نعاودها مسكين انا خويا رضوان اللي خرج مسكين من الحبس كما كنقولو خرج بغي يبني الحياة ديالو بغا يعيش في السلم وفي السلام ودار بحال دابا راه خدا بالقهيوة ديال خوه كان ساكن بيه خير المهم خوه عاطي الله يعاونو شاب بنت الناس تجوج بخير ولد وليد مع شني الدماغ ديال قالك ديال مراس خوه مع شني قال يا شو قال لي فين خرجتني خي عازي قال لي يلاه شد على حالي قال لي واش انا نستاهل دابا هكا قلت له لا خير دوار والله ما تستاهل علاش ماشي توجهو لا هو ولا اي واحد ماشي كنتشفاو في عباد الله هي كنبين لكم راه القصة ديال الانسان هذا هذا طوال مايكل قصة ديالو كي داير فريدة من نوعها انسان لي كما كنقولو دوز الحياة ديالو كاملة في الحبس الشباب ديالو دوزو في الحبس في الكراج صعيب باش تطلع للمحكمة ويعطيك الرئيس انت عندك 19 سنة ويعطيك الرئيس مؤبد وتقبلو راه صعيب راه بزاف ديال الناس قال لي قجوا راسهم اخي عزيز في سانترا قال لي منهم جنينة قال لي منهم بزاف ديال الناس اللي قجوا راسهم في سانترا قلت له اخي يخدوا ما قال لي ما عمري فكرت اخي باش نصاحا قال لك الدنيا راه اخيره قلت له كيديروها الدنيا راه اخيره بحال كيتسموا يهود اللي انا حاشا اللي كتبت عليا داك الروح قال لي بقيت غادي شحال من كنصلي حبسو قال كله كان كيصلي قال لي منين خرج اخي عايز الله الا هكا قال لي حبسي كامل قال لي نجي الزيت السنتر ملي كنصلي قال لي منين خرج حطيت قال لي رجلي من باب الكحل على السيفي قال لي والله ما صليت اخي اخي عايز قلت له علاش قال لي والله ما صليت قال لي راك عارف اخي عايز قال لي شوف بقينا عاطينا الشراب لهادي 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 والمشاكل قال لي اخي عايز قال لي تسكت تجنب هاد المشكل قال لي واحد اخر كيجي كيبغي يدبر عليك المشكل قال لي ولكن انا مريقل كنتسوقش مكنتسوقش لبنادم واخا كنسمع الهضرة كندير راسي ما سمعتش واخا كان كنشوف شي حاجة كندير راسي ما شتهاش انا كاع شوفوا الناس عرفوا بنادم اللي شوف شحال الحبس ضرب خرج حيد داك المرض ديال الحبس هذاك كيتسمى غير يوسخ الحبس اللي حيدتو على عليا اخي عزيز قال لي دابا مابقاش كنزل معايا حتى نقص الدفران قال لي شنو تزرعش ولا شي حاجه قال لي راك عارف المدار كيزيد وكيزعم اخي عزيز قال لي وشنو ولا مسكين قال لي قال لي والله الا عجبتيني اخويا عزيز ملي ساليتي تسمى المشاكل وليتي بخير الفيديوهات الافلام قال لي سير اخي عزيز قال لي والله الا كتفرج شويه كنا الدريويين وكنقول لهم هذا الشيء اللي كاعمل كومبوز راه فراي راه ندوز وهذا الشيء راه فري وعلى رقبتي مسكين شو على الهضره ديال الحلاوه ديال الهضره كي داير شو ملي مش هضره ديال الحبس 24 عام 24 قالب دي فيلي يا شباب ضرب 24 سنه ديال الحبس وضرب 15 سنه في حبس واحد اللي هي سانترا وفي السقطة الثالثة لعباد الله وضرب 40,000 30,000 وكل شيء غارق تما انا مش عارف وكان بطل
نعم قال تعرفوا قال المراجل وعاود لي على الرجال ديال فاس قال لي هذا بطل هذا في الدار وانا قال لي هادشي قال لي كامل فاس قال لي كلهم صنادين قال لي تما زدت تعرف ولاد فاس صنادين قال لي وكاينين الرجال قال لي كاينين الرجال خارج فاس قال لي موجودين اخي عاز قال لي المعامله واي حاجه قلت له انا كنعرفوا داك الشيء خير قلت له نضربنا الحبس راه قلت له نضربنا غير الحباس هذا قال لي شو اخي عاز قال لي لهنا يعطي لهنا يوري شي واحد داك الحبس قال لي سامي الباب الانسان اللي بدا يوريه شي واحد شوف هنا تعرفوا بنادم اخوتي خرج سالا كيدعي مع كل شيء كيدعي لعباد الله بالخير ولكن حتى هو ربي غيسهل عليه حيت شوف كما الله سبحانه وتعالى قال له كل دابة فوق الارض راه رزقها على الله اي واحد رزقه غيلحقه فين ما كنتي راه زي خديالك اللي مكتبو لك الله راه غيوصلك باش سهلات الهضره باش ما كاينش شي حاجه اللي يكذب عليك بنادم سمعتوا اخوتي على قصه ديال هذا الرجل هذا قصه كما كنقول لكم فريده من نوعها والله الا عاود هذه شي جوج سيمانات وقيس قاز قبيله في الدار كنتفرج وقلت هدا فلان كان قال لي عاود هذي انا عاود سالكم اخوتي و دعيو مع هذا الراجل هذا يسال عليه الله والله يعاونو ورا خونا وعزيز علينا رضوان الله يكرمو اللي ضرب الحبس معاه رضوان الله يكرمو كلشي كيعرفو وانا كنقول لكم اللي ما مابونيش مع خوكم بوزي دخلي تابونا وبلا ما تنساوش تغيميسات غمس كومنت الزوين للقبيل ما عندناش لي مشكل باش تجي معانا تلقاو راسكم الفراجة خوكم بوزي هو مشى قبل ما نختم ديما كنقولها لكم اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه واللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئ عليه وديما كنقول لكم تحياتي ليكم المغاربه كاملين داخل الوطن او خارج الوطن خوكم عز وزي كيبغيكم وتحياتي ليكم ديما كنقول لكم الله ينصر سيدنا وعاش على الملك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته